جامعة حورس بدمياط نظمت حفل تخرج رائع لدفعة 2022 من طلاب كليات صيدلة وطب أسنان وعلاج طبيعي وإدارة أعمال، وده كان بحضور نخبة من رؤساء الجامعات والأساتذة. طبعا الحفل من تنظيم شركة سترايك ميديا. تعالوا نتابع التقرير. الحمد لله احتفالية جميلة زي ما حضرتك قلت، دي الدفع الحفل الخريجين الثاني. السنة اللي فاتت كان عندنا كليتين أسنان وصيدلة، السنة دي عندنا أربع كليات بإضافة طبعا الدفعة الثانية من أسنان وصيدلة والدفعة الأولى من علاج طبيعي وإدارة الأعمال. كل واحد من دول بيحمل صفة خريج من جامعة حورس هيضاف إلى سوق العمل المصري، ونحن نأمل أن نرى فيدباك أو تغذية عكسية تقول ان الخريجين دول اتعلمهم بطريقه جيده، اخذوا جرعه مناسبه جدا واضافه لسوق العمل المصري. الحقيقه احنا كلنا سعداء بهذا العرس الجميل والحفل الكريم. النهارده احنا بنحصد وبنجني ثمار تعبنا والتحديات اللي قابلناها، وفرحانين باولادنا ان احنا وصلنا النهارده ليوم تكريم الخريجين في اربع كليات، الدفعة الثانية لكلية الصيدلة وكلية الأسنان، والدفعة الذهبية والأولى لكلية العلاج الطبيعي وكلية إدارة الأعمال. احنا بنبارك للطلبة اللي هيتخرجوا النهاردة إن شاء الله، ونقول لهم ألف مبروك، ونتمنى إن شاء الله نشوف دفعات أكتر وأكتر بإذن الله. فالكليات اللي زي طب وطب أسنان، احنا عندنا مستشفى طب أسنان من أكبر مستشفيات طب أسنان في مصر، 360 كرسي أسنان، ونتمنى إن شاء الله ان ربنا يوصلهم للي بيتمنوه، وإن هم يعني يعلوا اسم جامعة حورس ويكونوا قد الاسم ده إن شاء الله، وربنا يا رب يوفقهم ويعمل لهم كل خير يا رب بإذن الله. على قدر اللي احنا نوفر له لما يجي يشتغل فرص عمل كويسة، بعمل بروتوكولات مع شركات أدوية عشان يلاقي فيها فرص عمل كويسة، وبرضه كذلك كلية الأسنان قدرنا برضو نعمل بروتوكولات عشان لما الطالب بأمر الله يجي يقدر يجي يشتغل بعد التخرج. هي هنا أو الجامعة بصفة عامة مجهزة له احتفال كبير قوي، المفروض النهاردة كمان كنا بنحتفل بأربع كليات مع بعض، فده كان شيء رائع والتنظيم جميل جدا، وأعتقد أن اليوم ده لا الأباء ولا الأبناء هينسوه بعد كده. قدرنا أن احنا ننظم الاحتفالية الكبيرة اللي احنا شايفينها النهاردة، تخرج الدفعة الثانية من جامعة حورس. ما شاء الله كان في اكتر من 6000 طالب واهاليهم واولياء الامور، احتفاليه كبيره، وكان معنا النجم مصطفى حجاج. طبعا انا بشكر اداره الجامعه، استاذ احمد عرفان، دكتور ابراهيم صابر، كل الناس اللي ساعدونا يعني وفروا لنا كل الامكانيات ان احنا نطلع بالموضوع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بصراحه احنا ما كناش متوقعين انها تطلع بالجمال ده، يعني هي طلعت حلوه جدا، والحمد لله دايما حورس ما بتخيبش ظننا بصراحه في اي حفله بيعملوها. بصراحة كانت حفلة حلوة قوي، وكلنا اتبسطنا واهالينا اتبسطوا، وكانت منظمة من اولها لاخرها، وبشكر الجامعة وبشكر كل الناس القائمين على الحفلة، وان شاء الله كده تكمل لاخر باذن الله.